مرحبا بكم في نشرة الأخبار القادمة تتابعون. في تطورات الحرب على أوكرانيا تواصل عملية إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال، وبنوك روسية جديدة تخرج قريبا من نظام سويفت. وفي ليبيا للبيبا يتمسك بإجراء الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية. وفي النشرة أيضا تصعيد ميداني باليمن هو الأكبر منذ بدء الهدنة الأممية قبل نحو شهر. أنا ماجد الزيارة، سأكون معكم في نشرة الأخبار القادمة في تمام الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت الدوحة والقدس، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.